ترحيبنا كبير اليوم بفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية والوفد المرافق لفخامته، خصوصا وهي أول زيارة خارجية له بعد تسلمه مهامه، فأهلا وسهلا ومرحبا به. وقعنا نحو 14 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة ومتعددة ستمثل مع مذكرات التفاهم الموقعة سابقا خارطة عمل واعدة للمضي في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. هذه الزيارة مهمة وتمثل قوة دافعة لمسار العلاقات الثنائية المتنامية في ظل وجود الإرادة والرغبة الصادقة لقيادة البلدين نحو المزيد من التعاون والتكامل.